يوم الاثنين يعود إلى لبنان مجدداً الوفد القضائي الأوروبي لمتابعة تحقيقات ملف حاكم مصر في لبنان رياض سلامه، إذ يفترض أن يمثل الحاكم في جلسة استماع أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرة في الادعاء اللبناني، إضافة إلى جلسة ثانية حددت تنفيذاً لثلاث استنابات قضائية أي طلب معونة قضائية، والتي وردت إلى لبنان من فرنسا، ألمانيا ولوكسمبورغ. وقد حدد موعد الجلستين يوم الأربعاء في 15 من الشهر الحالي. وبحسب معلومات الجديد، فإن اجتماعا سيعقد الثلاثاء في قصر عدل بيروت لتنسيق الجولة الثانية من مهمة الوفد القضائي الأوروبي، علما أن القاضية الفرنسية التي سبق وشاركت في المهمة الماضية ستحضر وستمثل لوكسمبورغ إلى جانب الدولة الفرنسية، كما أن المدعي العام الألماني لن يحضر بعدما أعيد تشكيله إلى محكمة أخرى في ألمانيا. وأشار مصدر قضائي للجديد إلى أن قاضي التحقيق كان أرسل تبليغين بمواعيد الجلسات للحاكم، الأول يتعلق بالاستنابة من الخارج، والثاني بموعد الجلسة في التحقيق بالملف اللبناني، مع الإشارة إلى أن الوفود القضائية الأوروبية قد طلبت حضور جلسة التحقيق في الملف اللبناني، إلا أن الوكيل القانوني لحاكم مصر في لبنان قدم اعتراضا أمام القاضي أبو سمرة، ما دفعه إلى تحديد جلسة منفصلة في اليوم نفسه للوفود الأوروبي. وبالتالي فإن تأجيل الجلسة في الملف اللبناني بات واردا جدا، كما أنه من المرجح ألا يحضر حاكم المركزي رياض سلام الجلسة، وإنما وكيله القانوني على أن يتقدم بمعذرة قانونية، خصوصا أنه من الصعب قبول الدفوع الشكلية في الاستنابات القضائية لأسبابها الضيقة. رفع عقيل، قناة الجديد.